بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي سيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أو بعد ما بيض القذال وشاب أصبو لوصل الغيد أو أتصاب، هبني صبوت فمن يعيد غوانيا، يحسب نبازي المشيب غرابا، لا تقعدن وإن تغير مألفون بالجمع كان يؤلفون أحبابا قد مررت فما وقفنا مذامعي. وين رايح؟ قال في دار زينب، بل وقفنا ربابا فسجمت فيها من دموع يديمة. خالي الدار ماكو أحد بيها، وسجرت من حر الزفير شهابا، فاحمر فيها الدم حتى أوشكت. تلك المعاهد تنبت العنابا، أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب.
أخذ خلاصة بني هاشم كلهم ويا أبو علي. غلق الدور كل تراه المدركة الغلابة، وآخر يقول خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنه، وبه تشرفت الحطيم زمزم وانا حجيمها بالحج حجي يوم عاشو صدر الكعبة والحجر الأحرار من وحجر النبي إسماعيل ذبح ابن المبرور حشري ونشر في طفوف الغار. أنا عندي ضحايا ما أحض ضحى مثل عندي ضحايا بكربلاء شبان كل الأرض ترجيف والسماء تبكي لجلهم هاي تعاينهم ضحايا الغاب ذول رجال يا محمد والأضاحي سيوف حرب في الحريب وهم أذباح. وابقى أنا كالطير مكسور الجنة من غير ناصر في طفوف الغار. أنا فيها بهر واليوم حجي سبعة أشواط فيها المروة المعركة والصفا الفسط وانا الكعبة والحجر وانا المحتاط واما مبيتي في منى في الغاب اوالي اوالي واما ما في الحاج شايل الحرام للشام واما الدعاء والتلبية ضجة الايتام تبكي وتنعى ابو علي والدمع في الخل سجام ضيعتنا يا حسين برض الغاب. لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال إمامنا ومقتدانا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي فيحكم الله وهو خير الحاكمين. طيب، هذا المجلس المبارك بالصلاة على محمد وآل محمد.
الإمام الحسين صلوات الله عليه وعلى غرار أبيه المرتضى وجده المصطفى وأخيه المجتبى صلوات الله عليهم أجمعين، جاءوا من أجل ترسيخ مبدأ الحق على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة، بمعنى إرساء الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها الناس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ولذلك بعض المؤرخين حاول أن يصور خروج الإمام الحسين أو معركة كربلاء بأنها نتاج الصراع التاريخي بين بني أمية من جهة وبين بني هاشم من جهة، أن الصراع ترى ممتد من السابق، الأسبقية كانت دائما إلى بني هاشم. لذلك يزيد بن معاوية لعنه الله لما يقول ليت أشياخي ببدر، ترى هاي كلها نتاجات هم حاملينها في القلوب وينتظرون الفرصة في بني هاشم، وحصلوا ذلك في كربلاء على المستوى المادي، ما نتكلم على المستوى المعنوي. قتلوا الحسين، قتلوا أصحابه، قتلوا أولاده، نساء أخذوهم سبايا، هذا على المستوى المادي، هم يعتبرون انتصار مادي، هو في بالعكس هو انتصار معنوي للإمام الحسين. هذا مو موضوع حديثنا، حديثنا أن الإمام الحسين جاء أيضا ليؤكد هذا المبدأ، ما قال أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وتعالوا اطلعوا وياي، لا أبدا، قال فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي فيحكم الله والله خير الحاكمين. انطلاقا من هذا المبدأ الذي يرسخه الإمام الحسين صلوات الله عليه، خلينا نروح أيها الأحبة في أدوار أهل البيت في حفظ الرسالة السماوية، في حفظ رسالة الإسلام. بالإمكان إذا أردنا أن نربط أدوار من سبق الإمام الحسين ونصل إلى كربلاء أن نقسم هذه المراحل إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس، المرحلة الثانية مرحلة الحفاظ على المكتسبات، المرحلة الثالثة مرحلة تصحيح مسار الأمة. بالنسبة للمرحلة الأولى هي التي تبناها النبي صلى الله عليه وآله خلال مدة نبوة 23 عام، النبي صلى الله عليه وآله رسخ مبادئ الدعوة، كل شيء متعلق بالإسلام النبي صلى الله عليه وآله بينه للناس. الإسلام شنو هو أيها المؤمن؟ الإسلام هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي ترتب حياة الأفراد، علاقتك بربك، ببيتك، بمجتمعك، بالأمة، هذه القواعد التي ترتب وتنظم حياة الناس، هذا هو الإسلام، قواعد منظمة لحياة الإنسان. بعد نشوف أن النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة التأسيس وضع ركيزة أساسية في الدعوة، شنو هالركيزة؟ مودة أهل البيت وحب أهل البيت واتباع أهل البيت صلوات الله عليه. تشوف القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يختزل الدعوة، يقول أجر الرسالة، هاي اللي يقول النبي ما أوذي نبي كما أوذيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. النبي صلى الله عليه وآله الله تبارك وتعالى يقول هذا كل أجر الرسالة، خلهم يودون أهل البيت ويحبون أهل البيت، أجر رسالتك يا رسول الله. ولذلك ابن عباس ينقل يقول دخل إعرابي على النبي صلى الله عليه وآله قال إلى أريد أدخل إلى الإسلام، قال هات يمينك ضحى في يميني وقل الشهادتين، أنطق الشهادتين، فنطق بالشهادتين. قال إلي يا رسول الله الآن أنت أخرجني من الظلمة إلى النور، من الضلال إلى الهدى، ما أجرك على ذلك؟ قال أجري مودة القربى. قال قرباي أنا يعني أولادي وزوجتي وما. قال لا 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 بل قرباي أنا. قال ومن قرباك حتى أودهم وأحبهم وأحصلها على الثواب والأجر؟ قال هم علي وفاطمة والحسن والحسين. ابن عباس ينقلها، موجودة في كتب المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله يعلم بالنتائج قبل المقدمات، يعني يعلم بما ستخلفه الأمة من بعده، بما ستفعله الأمة من بعده. احنا عندنا معتقد أن أهل البيت والأنبياء كلهم يعلمون الغيب، هم يستشكلون علينا يقولون تعال شلون تقول يعلمون؟ لا يا مولاي، احنا ما نقول أن أهل البيت يعلمون الغيب بطريقة ذاتية، لا أبدا، كل ما في الموضوع يعلمون الغيب بطريقة كسبية، لأننا نشرك بالله إذا قلنا بطريقة ذاتية. والله يقول في القرآن وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى،
وجعلناهم أئمة يهدون إلى أن يقول وأوحينا إليهم فعل الخيرات. فكل ما في القضية المؤمن رؤية المؤمن وحي يوحى النبي يقول فكل ما في القضية أن هذا حبل متصل بالله تبارك وتعالى. هؤلاء أشرف عباده على وجه المعمورة فيعلمون الغيب طريقة كسبية يعرف النتائج قبل المقدمات. ولذلك اجي إلى علي صلوات الله عليه وروح شوف الأحاديث التي قالها في علي لم تقال أحاديث نبوية في رجل من الصحابة كما قيلت في علي بن أبي طالب. يكفيك أنت مني بمنزلة هارون من موسى, أنت مني بمنزلة هارون من موسى. تعرف من الذين يروون هذا الحديث من؟ عمر بن عبد العزيز. تقول الرواية هذا عمر بن عبد العزيز في يوم من الأيام دخل عليه مولى يعني خادم منكس الرأس قال ايش عندك؟ قال أنا ممنوع من العطاء وما عندي شيء, تقدم بي العمر وما حد يعطيني وما منوع, قفلوا عني العطاء. هم على فكرة بني أمية ترى منعوا العطاء فترة طويلة وتبعهم بنو العباس, لذلك استشر الفقر, استشرت المشاكل الاقتصادية والفقر. لما يأتي الفقر أيها المؤمن يجر من ورائه توابع مصائب اجتماعية ومصائب اقتصادية تصير بالدولة. وعلماء الاقتصاد شي يقولون عندهم مبدأ الكرامة الاقتصادية تورث الكرامة الاجتماعية. شلون يعني؟ يعني أنت عندك ناس وعندك شعب وعندك مواطن وعندك ناس تنتظر هذا كله؟ لا, أصلح إليهم أمور السكن, أصلح إليهم أمور الشوارع, أمور المال, كل شيء كل شيء كل ما يتعلق بالأمور الحياتية تلقائيا بصير عندك كرامة اجتماعية, بتقل عندك جرائم السرقة وكل الجرائم الاجتماعية والناس ستكون مع بعضها البعض. هكذا يقول علماء الاقتصاد. فقال إلي أنا ممنوع. قال ليش منعك من العطاء؟ قال لأني كنت أخدم رجلا من قريش. قال تخدم رجل ممنوع من العطاء؟ من هذا الرجل اللي يمنعونك علشانه وما يعطونك العطاء؟ يقول نكس راسه ما رضى يتكلم. قال من هو هذا الرجل؟ قل ولك الأمان. قال هو علي بن أبي طالب عليه السلام. فوقف على قدم عمر بن عبد العزيز تقول الرواية قال أتستحي أن تقول بأنك خادم لعلي؟ يقول والله يضرب على صدره والله إني خادم لعلي بن أبي طالب. اسمع وجاب الرواية عن 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 في أن النبي قال علي مني بمنزلة هارون من موسى. فعلي وبين النبي مو بس القرآن مو بس الأحاديث لا تطبيق عملي على أرض الواقع. بيعته في غدير خم, هناك يقولون أكثر من بيع النبي بايع, خلى المسلمين يبايعون أمير المؤمنين, بيع 120,000 وبيع 70,000 أو 90,000 من المسلمين حتى بس يأكد على بيعة أمير المؤمنين. إجا إلى فاطمة لم يختلف الأمر كثير, أحاديثها وآيات من القرآن الكريم موجودة في فاطمة الزهراء. فاطمة بضعة مني, فاطمة يرضى الله لرضاها, وتطبيق عملي على أرض الواقع. من تدخل فاطمة وإحنا في يوم إن شاء الله الثامن راح نتطرق إلى بعض هذه الأمور المتعلقة بنظرة أهل البيت إلى المرأة. وكان النبي يعطي الناس نموذج لأنه جاي إلى مجتمع منحل, مجتمع متخلف في تعامله مع المرأة. انظر إلى المرأة نظرة دونية ناقصة, مو جزء من المجتمع أصلا المرأة يعتبروها. على يتعال فمن تدخل عليه النبي يقف إجلالا يقبل ما بين عينيها يديها يجلسها في مجلسه وكل ذلك. اجي إلى الحسن والحسين عليهما السلام من نعومة أظفارهم, والنبي يثبت إلى الأمة يوم بعد يوم فضل الإمام الحسن والحسين. 3 و4 سنوات أعمارهم جعلهم شهود على بيعة الرضوان وصلح ثقيف وغيرها. ليش؟ مو القواعد والقوانين تقول حتى بتجيب إليك واحد يشهد لازم يكون بالغ, ليش تجيب الحسن والحسين يا رسول الله؟ قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله أمرني. ليش أمرك الله؟ قال لأن أريد أبين إلى الأمة عصمة الحسن والحسين وأن الأئمة كلهم صغر العمر وكبر العمر ما يضرهم, هو إمام معصوم من صغر سنه. وسامع برواية يقول لك البهلول في يوم من الأيام دخل إلى بغداد وأخذ يدور في أزقته وإذا يشوف أطفال يلعبون, شاف أطفال يلعبون, يقول شاف طفل قاعد على قارعة الطريق في عينيه دمعة حسرة ألم. يقول يمكن هذا يتيم مسكين أو مراضين هالأطفال يلعبونه, خلني آخذ بخاطرة وأخلي يلعب وياهم. إجا البهلول وقف على رأس الطفل قال بني لما لا تلعب مع الأطفال؟ يقول رفع رأسه وقال يا قليل العقل ما للعب خلقنا. يقول الله أكبر, 7-8 سنوات عمره طفل ويقول لي يا قليل العقل, مواجهة مو هينة.
قال لبني ولماذا خلقنا إذن إذا مول اللعب أنت في هذا العمر؟ قال خلقنا للعلم، خلقنا للعمل. أما سمعت قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يقول الله أكبر، إيش هالمنطق اللي عنده؟ يقول لبني أنت لازلت صغير، إذا أنت تكلفت بالتكاليف الشرعية تالي خذ لك صومعة واعبد الله على كيفك. أما الآن أنت طفل في عمر الطفولة في عمر اللعب، روح العب. فوقف على قدم هذا الطفل قال اسمع، إني أرى أمي إذا أرادت أن تضرم النار لتوقده لتطهو الطعام تضع صغار الحطب تحت كباره، هذا الكشاش نسميه، تضعه تحت كبار الحطب فتنتقل النار تدريجيا إلى كبار الحطب ويطهو الطعام. قال يعني شلون، ايش معنى ذلك؟ قال اسمع، أنا أخاف أن أكون من صغار حطب جهنم. يقول الله أكبر، فتنتقل النيران إلى من صغارها إلى كبار. يقول ضممته إلى صدري، من أنت بني؟ قال أنا الحسن العسكري. يقول الله أكبر، مو غريبة؟ ولذلك النبي يأتي بالحسن والحسين بأمر من الله ويجعلهما في مباهلته مع نصارى نجران، في مباهلته. هذه بعد ماكو أوضح من هذه الآية نصا بعد، لا لف ولا دوران أبدا، ما حد قال من المؤرخين إلا هذا الكلام. علي وفاطمة والحسن والحسين كانوا في المباهلة مع النبي صلى الله عليه وآله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عارف القضية ويا نصارى نجران وصلت لها المناقشات إلى طريق مسدود. قال لنا تباهل، إذن خلينا نتباهل. سمعوا أهل المدينة أن النبي راح يباهل نصارى نجران، قالوا يلا تجهزوا باكر راح النبي يقول الله أبناءنا وأبناءكم نساءنا يعني بيطلع الكل النبي اليوم. لم تبت المدينة تلك الليلة، كل ما يريد الزوج شوي تخفوه رشت عليه زوجته ماي بارد، قال ايش فيك انت، خلينا نحوز الفضيله ناخذ اولادنا ونطلع ويا النبي، بعد ماكو فضيله، قران كريم ينص على ذلك. اجى النبي من الفجر واذا اهل المدينه كلهم على باب المسجد، ايش عندكم اليوم كلكم جايين؟ قالوا يا رسول الله انت بتطلع تباهل نصارى نجران. تبسم النبي قال ما راح اخذكم كلكم، نزل الامر الالهي ساخرج بفاطمه وعلي والحسن والحسين كفاء. شيخ النصارى نصارى نجران يقول إن خرج النبي بأهل المدينة فباهلوا وإن خرج بأهل بيته فلا تباهلوا. أهل المدينة يناظرون من بعيد، نصارى نجران يطالعون يمين شمال، وإذا بالنبي يمشي على هو على ذراعه الحسين، على يمينه علي وفي يد علي الإمام الحسن، ومن خلفهما الزهراء صلوات الله عليها ترفل في أذيالها. وإذا بشيخ النصارى يقول إني أرى قوما لو أقسموا على الله بأن يزيل جبلا من الأرض لأزال، لا تباهلوهم فوالله لئن باهلتموهم انقطع نسلكم إلى يوم القيامة. وإجوا إلى النبي، خلاص رضينا بكل شيء. بعد تريد دليل أكبر من ذلك على عصمة أهل البيت؟ البعض يفكر أن آية المباهلة هي الآية الوحيدة التي تنص على أن الحسن والحسين أبناء رسول الله، لا، هذا فكر الحجاج ابن يوسف الثقفي لعنه الله. لأن في رجل يسموه الشعبي، الشعبي هذا الشعبي من شيعة أهل البيت، يقول دخلت على الحجاج في عيد الأضحى، دخلت وإذا به يخطب بالمسجد، خطب خطبة بليغة، هو بليغ بالكلام يحفظ القرآن الكريم على ظهر قلب الحجاج ابن يوسف الثقفي. ويا مكثرهم ترى اللي يحفظون القرآن، أيهما أهم حفظ القرآن؟ يدخلون شاب على الحجاج جايبين الجلاوزة يقولون إليه هذا ذنب ما يحفظ القرآن. قال لي ليش ما تحفظ القرآن؟ ما ربوك أبوك أمك على حفظ القرآن؟ تبسم الشاب يعرف راح يقتل. قال لي أسألك أيهما أهم حفظ القرآن أم فهم القرآن؟ أنا أحفظ اللي أحتاجه، أفهم القرآن إيه؟ قال لي أنت من أتباع علي بن أبي طالب، هذا كلامكم؟ قال لا يعني بعد شتري. قال لي ولا تحفظ ولا آية واحدة؟ قال بل أحفظ. اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، اسمع شي يقول، ورأيت الناس يخرجون. قال لي ثكلتك أمك، يخرجون من شلون يدخلون؟ قال لي يدخلون أيام النبي أيام علي، وأما أيامك وأيام هشام ومروان وغيرهم فإنهم يخرجون من الإسلام لا حاجة لهم فيه. فجاب الشعبي يقول خطب خطبة بليغة ونزل من على المنبر، شافني بين الحضور قال تعال تعال يا شعبي. يقول وش أسوي بعد، رحت له.
يقول قال إلي الحجاج يا شعبي اليوم شنو معيد الأضحى؟ قال بل عيد الأضحى. قال شي يسوون الناس؟ قال يضحون ويتصدقون وهكذا يعني. قال أتود أن نضحي اليوم برجل يقول بأن الحسن والحسين من أبناء رسول الله؟ يقول الله أكبر. شقول إلى بعد شايف الحسين ليش قال فمن قبلني بقبول الحق؟ لأن الإنسانية ديسها داسوا على الإنسانية، ماكو إنسانية. يقول من جيب رجل من اضرب عنقه لأنه يقول إن الحسن والحسين أبناء رسول الله. يقول شو سوي؟ إن قلت لا ضرب عنقي رحت وياه جابوه، وإذا الجلاوزة يجرون يحيى بن يعمر عالم جليل من علماء الشيعة شيبة بيضاء. يا طايح مسكين يا ساحبين، جابوه وقفوه أمام الحجاج. قال لي يا يحيى بن يعمر اسمع، هذه 10,000 دينار في يميني حاطنها في بقشي، وهذا السياف أمامك يلوح بسيفه، أما أن تأتي بآية من القرآن تقنعني فيها بأن الحسن والحسين أبناء رسول الله، ولا تجيب آية المباهلة، غير آية المباهلة، ترى أنتم الشيعة ما عندكم الآية المباهلة، جيب غير آية المباهلة، وإن لم تأتي فإن السيف ينتظر عنقك، برز روحك. قال الشعبي مسكين راح صاحبنا، وين بعد أي آية بعد بيجيب الحين؟ آية واضحة، ما كل هذه آية نصا تنص على ذلك. فقال يحيى بن يعمر يا حجاج ألم تسمع قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ذريته داود وسليمان، هذه ومن ذريته الهاء الموجودة تعود على من؟ قال تعود على إبراهيم الخليل، هذا كلهم أولاده. قال إيه الآن أكمل الآية، أنت تحفظ القرآن فأكمل، وقام يعدد وإلى أن أصل وصل وعيسى. قال لي قف، هذا شاهدنا، هذا الكلم الاسم شاهدنا. أسألك عيسى بن مريم ألا ذكرتهم كلهم آباء متصلون بنبي الله إبراهيم، هذا من وين؟ قال من أمه مريم بنت عمران اتصلوا وياهم وهي من بناته، فصار هذا ولده. والقرآن الكريم يقول ومن ذريتي، من ذريتي شنو يعني أبناءه؟ قال لي إنزين الآن أسألك بالله أيهما أقرب نسبان، مريم ابنة عمران إلى إبراهيم الخليل أم فاطمة من النبي محمد؟ يقول الشعبي أخذ 10,000 ورماها في صدره، قال خذها لا بارك الله لك فيها ويلا اطلع ولا تراوينا وجهك بعد، وخرج. فالمشكلة القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وآله يؤكدون على أن الحسن والحسين وعلي وفاطمة وكل الفضائل لهم، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة الحفاظ على المكتسبات، حفاظ على المكتسبات، هذه تولاها أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسن صلوات الله عليه. الإمام أمير المؤمنين شي يقول لأسالمن ما سلم الدين، الدين أكو لا زال موجود بقوة أيام أمير المؤمنين، أكو أنصار لأمير المؤمنين أيام الإمام الحسن، ازدلفت الفتن على الإمام الحسن وكان يسعى للحفاظ على ما تبقى من شيعة أمير المؤمنين. ما هو يقول أنا أعاهد وأوقع على المعاهدة مع معاوية لكن بشرط أن يسلم شيعة أمير المؤمنين، ما عاد يعترض لهم ولا يقطع العطاء عن شيعة أهل البيت ولا حد يمسهم بشيء، هاي كان أهم الشروط الموجودة في المعاهدة. تقول لي ما التزموا بالمعاهدة هذا أمر ثاني، أما الإمام الحسن صلوات الله عليه وأمير المؤمنين عليه السلام مرحلة الحفاظ على المكتسبات، آخر هالمرحلة خلاص تجاوزت الحدود، الأمور تجاوزت الحدود، دخلنا في مرحلة في غاية الخطورة. الإمام الحسين هاي كل يوم نكررها، يقول عنها لم يبقى من الدين إلا صبابة كصبابة الإناء، صبابة قطرة يعني، يقول بعد تروح خلاص، لا يبقى من الدين إلا اسمه ومن الإسلام إلا رسمه. ولذلك كان لزاما على الإمام الحسين أن يصحح مسار الأمة، يطلع أبو علي لازم يطالع بالحقوق الشرعية، يطالب بالحقوق الشرعية، حقه الإلهي في الإمامة، حقوق الناس. ولذلك يقول فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. خلاص وصلت الخلافة إلى رجل لا يحتمل بعد السكوت عنه، يقول الإمام الحسين إذا كان والد بعض المسلمين يرون من الصحابة فهذا شلون أن المسلم يقبل بأن يكون هذا خليفة المسلمين؟ سبحان الله.
ولذلك الإمام الحسين اللي بالأمس خارج من المدينة خائف على هذا الدين، وطلع بالعائلة، طلع بالأطفال، طلع بالمحجبات الخفرات العلويات، طلع منهم وراح إلى مكة بأبي وأمي في 3 ليال بقين من رجب، ونزل في مكة في 3 من شعبان، وأقام 125 يوم إلى 8 من ذي الحجة. تقول الروايات فغصت مكة بالناس من كل جانب، جايين بس يحجون بحج الإمام الحسين. هاي المدة الطويلة، لأن ناس تدخل إلى مكة وناس تطلع من مكة، اللي يطلع يخبر أخوه عمه أهله يقولهم ترى الحسين اليوم هالسنة بيقيم الحج في مكة، لا يفوتكم الحج، ويرجع يرجع ويطلع واحد من مكة، يجون 20 30 40 100 من نفس العام، واختلفت الناس حلقا حلقا على الإمام الحسين يحجون بحجه. وأقام في مكة بأبي وأمي، كل كتب الإمام الحسين خرجت من مكة إلى أنصاره، وقام يخاطبهم وقام يدعو إلى ثورته. ترى الإمام الحسين ما اختار مكة عبث، لا، مكة فيها أكبر تجمع إسلامي، ولذلك الإمام الحسين أراد من ثورته أن تكون ثورة عالمية. ترى كل خطوات الإمام الحسين مدروس، احنا بالأمس أشرنا إلى هالمعنى. خرج من المدينة بطريقة زلزلت أهل المدينة، هذا واحد. نزل وين؟ نزل في مكة، نزل في مكة في أكبر تجمع للمسلمين في مكة، وكان ينتظر هذا الموسم، واختار خروجه من مكة أيضا دقيق في 8 من ذي الحجة، لأن الحسين لو طلع قبل حادي ذي الحجة 2 ذي الحجة ما راح يكون تلك الزل، لا راح يكون إلى صدى، لكن مو مثل هذا الصدى، يوم التروية يوم التروية الإمام الحسين يطلع من مكة، عظيمة في حق أبي عبد الله الحسين. ذلك الدنيا تزلزلت في هذا اليوم، مكة ماجت بمن فيها، رفعت الملائكة رؤوسها من صوامع العبادة، تزلزلت السماوات العلية الصاير، قالوا أبو علي راح يطلع من المك من مكة، يطلع ولا يحج أبو علي، قالوا بلى، صدرت الأوامر، اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، ويلي عليك أبو علي، أسفي عليك أبا عبد الله، اقتلوا الحسين ولو كان بين الركن والمقام. الله أكبر، هذا سبط رسول الله، يدسون 40 شيطان بين الحجاج حتى يقتلون أبو علي. علم الإمام الحسين، اتخذ إجراءات سريعة، طاف بالبيت 7، سعى بين الصفا والمروة، قصر أبو علي وإذا به يحل من إحرامه، شال إحرام أبو علي ولبس المخيل، بأبي أنت وأمي أبا عبد الله. لكن تعال أبو علي قبل ما يطلع، ترى زلزل مكة بمن فيها، التفت إلى العباس إلى بني هاشم، ها نصبوا للإمام منبرا إلى جدار الكعبة، جاء الحسين وارتقى على المنبر، أطل على الناس بوجهه المحمدي الأنوري، ترك الناس، الناس تركوا الطواف وجوا إلى الإمام الحسين، وش عند ابن رسول الله هذا اليوم رايح يخطب فينا، يتحكى أبو علي، حمد الله وأثنى عليه، ذكر النبي فصلى عليه، قال أيها الناس حط الموت على ولد آدم. ايش عنده أبو علي؟ الحجاج كل واحد يطالع في الثاني، ايش عنده اليوم التروية؟ وين مسائلنا؟ وين حجنا؟ وين طوافنا أبو علي؟ تتحكى عن موت وتتحكى عن قتل وقتال وأشلاء في كربلاء. قال خط الموت على ولد آدم، وخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، خير لي مصرع أنا لاقيه، وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. أيها حسين، يقرأ المصرع اليوم أبو علي، يفصل تفاصيل كربلاء،
فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عليهم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على قضائه فيوفينا أجور الصابرين لن تشد عن رسول الله لحمته وإنها مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده أدار عينه في الحجاج قائلا ألا ومن كان باذلا فينا مهجة لبيك أبا عبد الله ما لبيت ذلك اليوم ها؟ تلبي اليوم وشايف الدنيا اللي وقف ما حد لباه يحجون يبكون على الإمام الحسين لكن ما نصروه تعال شوف اليوم ملايين تلبي هالأيام لبيك يا حسين كلهم للحسين رايحين اي والله ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل إن شاء الله مصبحا نزل الحسين من على المنبر يريد يطوف النساء طلعهم من البيت ومن هو يطوف زينب أخوات زينب غير الحسين والعباس تصور يا مولاي ها تصور الحسين بإحرامه العباس عن يمينه الأكبر عن شماله بنو هاشم أحاطوا بالحسين كل شوية يلتفت يمين وشمال هيهات أن أكون من تستباح به حرمة البيت لكن من وراهم وحدة تصفج إيد على إيد زينب يا أبي وأمي زينب من المصايب دموعها جارية وهي تطالع ساعة على ساعة تطالع الحسين وساعة تطالع الجهاد إجدار البيت شو عندك يا زينب يلا خلينا ويا الحسين ويا زينب ويا أبو فاضل يطوفون قبل ما يشيل من مكة ضعن الدين والإيمان أبو السجاد بالكعبة قام يطوف النسوة زينب بالعفاف الطوف بين اخوتها على الرجال ابو السجاد على يمنه وقمر هاشم على الشمال شد دلال يا زينب وعلى خدها الشريف دموع مذروفة من الدلال ابو اليمة لحظ زينب وادرك علة الاحزان لمح الطوف بالكعبة وعلى وجهه وعلى خدها الدمع نثار يزيد النوح من زينب إذا شافت صدع الجدار عرفها حسين تتذكر أبوها حيدر الكرار وتذكر مسجد الكوفة وضربة زلزلت لك ايش سوى الحسين يريد يسلي زينب يهون عليها المصائب قام حسين واستبدل ذكر الأذعية المعروف اخذ يقرا دعاء للحاج الاكبر من فصل لطفه وشلون العيلة يم اجساد مرغوبة غصب الطوف دعاها الشمر يشتمها ويطوفها زجر وسنة زينب أنا حرامي ثوبي البالي بنزح الحرام وبلبس حرام ثاني بس ما يخلون علي يا زينب أنا حرامي ثوبي البالي والتقصير قطع الراس والكعبة أنا يا أختي وزمزم قربة العباس ونفير الحاج يا زينب تتفرج عليك الناس ومقام النبي إبراهيم وجه عبد الله الذبل لكن خلي بكربلا عندك يا زينب هر ولو قوة
ترى جسم الصفا وعباس يختي جسمه المرو ولازم تقطعين اشواط بين اجساد نعنه بسعيك في ظلام الليل تصير كعبة الأحزان. أين المنادون وحسينا وإماما؟ عد جو يركبون النساء. أبو فاضل التفت إلى بني هاشم: علي قاسم أخوتي تعالوا خلنا نركب الخفرات المحجبات وأدنى والضعينة. قال دلوا الضعينة إلى الباب إلى الباب. ليش أبو فاضل؟ قال عدنا مخدرة علوية، عدنا زينب ما حد شاف ظلالها، وينك يا عباس بكرولة؟ أدنى والضعينة. الأكبر طلع أمه، القاسم طلع أمه، وأركبوا سكينة. كل النساء ركبوا، أم كلثوم، كل النساء، الأطفال إلا محمل واحد، هذا العباس واقف عنده. دخل العباس، تعلقت زينب: أبو فاضل أين نحن ماضون؟ وين رايحين أخويا؟ طالعين من حرم الله، وين رايحين؟ قال زينب: إحنا رايحين إلى كربلاء، الحسين أمر أن نشيل الضعينة، خلاص نشيل الضعينة. جاب زينب بأبي وأمي وطلع وهي من خلفه وأركبها في المحمل. شلونها؟ شلون تلك الضعينة تمشي أبو فاضل؟ يلا مولاي ويا أبو فاضل مأجور مأجور. هذا يوم ثالث وصلنا بمحرم على أبو علي، ويلي عليك يا أبو علي. يوم الذي راعي الشيم أنواع يشد الذرة طبلعت زينب مبتسم عباس را مأجورها. قال لها يا ظنوة علي قومي لروح الكك. قالت لخويا محملي يا الذي قال لها عيناك بشري امرك لواد متمثل طلعين وعباسي حذي والضاع عنذا جهلا هلا. شو أبو فضل؟ كل ساعة عباس نزل محمل الحق صدل الحسين وناشل شنهي نزل تكبل. قال يا خويا نازلتي تدري بخيت نمذلل ما تعرف الذل والهضم ربيت على العزوي. أوالي أوالي ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء اللي يحدي لله يا زجر وقايد خواتك حرملة. يقودهم حرملة أبو فاضل وزينب تون. شو تقول؟ تقول أنا زينب ومرمرني زماني ذاب القلب والخطفة الواني يا خويا يعود لي بكم زماني والله وشمل اللي تشتت باش يلتم والله وشمل اللي تشتت باش يلتم. لم يدري أين يريح بذن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم.
حرموا. يا الله إلهي بغربة الحسين بعطشه بوحدته فرج عنا فرجا عاجلا يا الله يا الله يا الله. اللهم اشف كل مريض فك قيدا كل أسير يا الله يا الله. إخوة الحاضرون فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تعوته عنايتهم ونحن وإياهم يا الله إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين لا سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار موت المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات على محمد.